السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الساق، تمام؟ الساق والقدم دي هنعملها، ويلا بينا نبدأ على طول. المرة اللي فاتت احنا عملنا الدراعين، تمام؟ النهاردة هنعمل إن شاء الله الرجل، يلا بينا عشان مطولش عليكم. تمام، هنبتدي بست غرز حشو، هنعمل قصدي ست سلسلة، معلش أنا آسف. تمام، هنعمل ست سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، تمام. من تاني السلسلة هو المفروض إن احنا نعمل خمس غرز، خمس سلاسل والستة زيادة، اللي هي سلسلة الارتفاع، يعني ست سلاسل. هنعمل من تاني سلسلة أربعة غرز حشو، أدي واحد اتنين تلاتة، تقريبا عملت اتنين في نفس ال واحد اتنين تلاتة أربعة، وبعد كده آخر غرزة سلسلة هنعمل فيها تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة، تمام. بعد كده هنعمل أربعة حشو على الجنب التاني، هناخد معانا الفتلة البداية دي، فتلة البداية علشان ما يفكش يعني مننا، هنثبته بس كده وهنقصه. اتنين تلاتة أربعة، تمام. هحط الماركر وارجع لكم تاني. طيب كده الدور الأول خلص معانا على 11 غرزة حشو. الدور التاني هنعمل في أول غرزة تزايد، تمام، أهو هنعمل هنا تزايد، أدي واحد كده تزايد. بعد كده هنعمل ثلاث غرز حشو، واحد اتنين تلاتة، وبعد كده هنعمل تلاتة تزايد على التزايد الثلاثي اللي كنا عاملينه، اللي هو هنا تلاتة في غرزة واحدة. هنعمل ثلاث غرز تزايد، واحد اتنين، عذرا لو ايدي بتسرح، معلش عشان بس الشغل تحت الكاميرا مزعج شوية. ادي كده ثلاث غرز، ثلاثة تزايد. هنعمل ثلاث غرز حشو، واحد اتنين تلاتة، وبعد كده هنعمل في آخر غرزة هنعمل تزايد، تمام. كده الدور رقم اتنين خلاص معانا على 16 غرزة حشو، هننقل الماركر. طيب الدور رقم تلاتة هنعمل فيه حشو الأول، أول غرزة هنعملها حشو، وبعد كده هنعمل غرزة تزايد، يبقى حشو تزايد، تمام. وبعدين هنعمل تلات غرز حشو، واحد اتنين تلاتة، وبعدين هنعمل حشو تزايد تلات مرات، يعني هنعمل ادي غرزة حشو واللي وراها غرزة تزايد، هنكررهم تلات مرات. كده عملنا مرة، يبقى كده فاضل ايه؟ مرتين. عملت معاكم مرة، ادي كده حشو، وادي تاني تزايد، ادي كده تاني مجموعة، وبعد كده هنعمل اخر مجموعة، ادي حشو وادي اخر غرزة تزايد، وبعدين هنعمل تلات غرز حشو، واحد اتنين تلاتة، تمام. بعدين هنعمل تزايد وحشو في آخر غرزة، آخر غرزة خالص هنعملها غرزة حشو عادية. ليه؟ عشان احنا هنا بدأنا بحشو تزايد، ما ينفعش ننهي بحشو تزايد برضه، لازم ننهي بتزايد وبعدين حشو عشان تبقى موازية ليها، لأن هنا كان تاني غرزة كان تزايد،
يبقى من هنا اول غرزة تبقى تزايد عشان الاخيرة تبقى حشو زي اللي جنبها. فهمتوا قصدي؟ طيب هنقل الماركر وارجع لكم تاني. تمام، الدور ده خلص كده على 21 غرزة. الدور رقم 4 هنبتدي هنعمل 2 حشو، غرزتين حشو، ادي اول غرزة وادي التانية، وبعدين هنعمل غرزة تزايد، وبعدين هنعمل 3 غرز حشو، بعتذر على الأصوات، 1 2 3. خلاص الأصوات بقى بقت ملازمانة في كل فيديوهاتنا فهنتعود. تمام، نعمل بعد كده مجموعة، مجموعة يعني من 3 مجاميع، التلات مجاميع هيبقوا 2 حشو تزايد في كل مجموعة. تمام، ادي 1 2 وبعد كده هنعمل تزايد. تمام، ادي كده اول مجموعة. تاني مجموعة 1 2 سوري، طيب بعتذر، احنا كده عملنا اول مجموعة. تمام، 2 حشو تزايد. نعمل بقى المجموعة التانية، 1 2 وادي تزايد المجموعة التانية، وبعد كده هنعمل اخر مجموعة، ادي 1 2 وادي اخر مجموعة تزايد. تمام، هنعمل بعد كده بعد الثلاث مجاميع هنعمل 3 غرز حشو، 1 2 3، وبعدين هنعمل تزايد زي ما شرحت لكم المره اللي فاتت عشان ننهي ايه بالاتنين حشو. ادي كده تزايد اهو، وهننهي باتنين حشو، ادي 1 ادي 2. تمام، هنقل الماركر وارجع لكم تاني. كده الدور رقم 4 خلص معانا على 26 غرزة حشو. تمام، كده شكلنا القدم من تحت، سطح القدم من تحت. تمام، هنبتدي ان احنا نطلع بقى الدور رقم 5 و6 و7، هنطلعهم 3 ادوار ثابتين على 26 غرزة حشو دول. تمام، هخلصهم وارجع لكم تاني. طيب انا دلوقتي اهو خلصت الثلاث ادوار. الدور اللي جاي اللي هو الدور رقم 8 هنعمل في البداية تناقص، بعتذر على ايدي اللي بتسرح معلش. ادي تناقص. تمام، وبعدين هنعمل 4 غرز حشو، 1 2 3 4، وبعدين هنعمل نعمل 5 مجاميع حشو تناقص. تمام، يعني هنعمل حشو تناقص حشو تناقص حشو تناقص حشو تناقص حشو تناقص 5 مرات. تمام، انا هعمل معاكم مرة عشان ما اطولش عليكم، وبعدين هعمل الباقي ورا الكاميرا. ادي حشو كده، انا بشغل في اول مجموعة، وادي التناقص كده، انا خلصت مجموعة. تمام، هعمل كمان 4 مجاميع زي كده بالظبط. تمام، هخلصهم وارجع لكم تاني. انا كده خلصت اهو الخمس مجاميع، هنعمل 5 غرز حشو لغايه الماركر. ادي 1 2 3 4، وادي اخر غرزه فوق الماركر، 5. طيب الدور ده كان دور رقم كام؟ كان دور رقم 8، خلص معانا على 20 غرزه حشو، نقصنا 6 غرز، نقصنا من هنا غرزة ومن هنا 5 غرز. تمام، الدور الجاي الدور رقم 9 هنعمل 5 غرز حشو على طول. ادي 1 2 3 4
خمسة، تمام؟ وبعدين هنعمل خمسة تناقص ورا بعض، خمسة تناقص متتالي ورا بعض. هم معاكوا واحد ونعمل الأربعة ورا الكاميرا. آدي تناقص من الخمسة، تمام كده عملت تناقص، فاضل أربعة، هعمل أربعة كمان تناقص أو هرجع لكم تاني. تمام أنا كده خلصت الخمسة حشو، هنعمل الخمسة تناقص، هنعمل خمسة حشو لغاية الماركر. تمام، واحد اتنين تلاتة اقتربت صلاة المغرب، أربعة، وادي آخر غرزة، خمسة. تمام ده كده كان الدور رقم تسعة، والدور ده انتهى معانا على 15 غرزة حشو. طيب كده احنا فاضل دور واحد في التناقصات، في الأدوار اللي فيها تناقص، اللي هو الدور اللي جاي، الدور رقم 10. هنعمل أربعة حشو تلاتة تناقص خمسة حشو. يلا بينا، ادي نعمل أربعة حشو، ادي كده واحد اتنين تلاتة أربعة، وبعدين هنعمل تلاتة تناقص. تمام هخلصهم وارجع لكم تاني. تلاتة تناقص، انا كده خلصت التلاتة تناقص، هنعمل خمسة حشو لغاية الماركر. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، وادي خمسة. هنقل الماركر وارجع لكم تاني. طيب كده الدور رقم 10 خلص معانا على 12 غرزة حشو. المفروض دلوقتي بقى نحط المعدن الواير بتاعنا ونحشي، بس علشان نبقى متحكمين فيها اكتر، بصوا هو المفروض دلوقتي من الدور رقم 11 اللي جاي للدور رقم 20 في معلش بعتذر، من الدور رقم 11 اللي جاي للدور رقم 30 في 20 دور غرزة حشو ثابت على 12 على 12 غرزة دول. تمام بس دلوقتي احنا علشان نقدر نملك الموضوع اكتر قبل ما نحط الواير والفايبر، فاحنا هنطلع تلات ادوار حشو ثابت كده وبعدين نحط الواير وكده، فانا هطلعهم وبعدين هرجع معاكم تاني نحط مع بعض الواير والفايبر. طيب انا كده خلصت التلات ادوار، دلوقتي هنحط الواير وهنحشي. طيب احنا هنجيب الواير بتاعنا، تمام انا بستخدم ده الحاس مقاس 2 مللي وبستخدمه على طول. انا يعني انا مش عارف انا ما قستش الطول قوي، بس هو تقريبا يعني قصه حوالي 20 سنتي. تمام عشان هنتني من تحت، هنيجي كده من اي جزء من تحته بالبنز بتاعنا، تمام او اسمه ايه يعني ايا كان، تمام الزرادية، هنتني جزء كده تمام، وهنمسك الجزء اللي احنا تنيناه ده، هنمسكه كويس ونضغط بدي كده، اها عملنا الادم دي. تمام ممكن نضغط على دي اكتر لو احنا عايزين، بس احنا هي مش محتاجة علشان تفرد الرجل جوه كويس، بس هنيجي كده من فوق اهو، بصوا كده دخلت واقفة ازاي، وعارفين نملكها ازاي عشان عشان عملنا التلات ادوار. طيب دلوقتي اللي هيحصل يبصوا اهي تحت ايه قاعدة. تمام احنا هنحشي، بس انا عشان وقت الفيديو وما اطولش عليكم قوي، انا هحشي بره الكاميرا. يعني انا ممكن مثلا اديكم فكره واقول لكم تحشوا وتثبتوا على ايه. هو احنا كل الفكره ان احنا هنحشي قدام قوي، هنحشي هنا الكعب بزياده شويه وهنحشي هنا، يعني الحشو عادي بتاعنا، بس احنا عايزينها تكون جامده يعني تكون ناشفه، بس انا مش عايز اطول عليكم وقت الفيديو. فاحنا يعني الحشو بسيط، متهيألي كلنا عندنا خلفيه وبنعرف نحشي كويس. انا كده بحشي قدام، باخد جزء جزء، انا بالبنز بالمفك، انا دي يعني بالنسبه لي اداه حشو ممتازه. اي حد بقى اللي بيريحه مثلا، انا كنت الاول بحشي بالمقص، والله ببوز المقص.
اي حاجه يعني، اي حاجه عندكم انتوا بترتاحوا ليها، عندكم اداه حشو جاهزه انا ما بحبهاش قوي يعني، عادي ممكن تستخدموا اللي انتوا عايزينه. بس هنحشي هنا ونحشي ورا الكعب كويس، نحشي الجناب نحشيها، المهم تكون ايه، لو احنا عملنا رجل تانية تكون قد الرجل التانية بالظبط، حشوها ميبقاش فيه زيادة ولا نقصان. لو احنا ما عملناش الرجل التانية يبقى اللي هنعملها دي هنمشي على التانية زيها. تمام، هكمل انا حشو وارجع لكم تاني. تمام، انا كده عملت الحشو وخلاص حشيتها واتأكدت ان هما قد بعض. تمام، هطلع بقى دلوقتي خلاص ال17 دور الباقيين عشان يكملوا معايا ال20 دور. انا عملت 3، فاضل 17 ال20 دور، هخلصهم وارجع لكم تاني. تمام، انا كده اهو خلصت ال20 دور. وبالنسبه للحشو طبعا هنشتغل كام دور ونحشي كام دور ونحشي، مثلا 5 ادوار ونحشي ونسيب فرق مثلا ايه دورين ما نحشيهم، من يعني دورين ما يبقوش محشيين علشان نعرف نشتغل والفايبر ما يجيش معانا. تمام، طيب دلوقتي بقى احنا كده خلصنا الرجل المفروض، القدم والساق، علشان نقفل الرجل من فوق نعمل ايه. دي كانت الرجل اليسار اللي هي اول رجل احنا بنعملها. تمام، بنعمل فيها ايه؟ اخر غرزه احنا واقفين فيها اللي هي، بصوا اللي انا واقف فيها دي، اللي انا واقف فيها دي هنفكها، يعني مش هتبقى حشو، هنفكها ونعملها مكانها منزلقه، يعني اخر غرزه حشو هتبقى مكانها منزلقه، ونقص الخيط ده في الرجل اليسار. في الرجل اليمين اخر حاجه اهو احنا وصلنا هنا، هنعمل 7 غرز حشو، يعني احنا وصلنا اهو مش هنفك حاجه بقى ولا نعمل حاجه، هنعمل 7 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 اهو كده بقينا في نص الرجل بالظبط، اهو بقينا في نص الرجل. هنطول الخيط ونسيبه على جنب علشان احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن التشابك، هنشبك فيه، هنشبك فين، نبتدي نشبك الرجلين. كده احنا خلصنا الساقين بتوعنا وخلصنا الدراعين. تمام، ان شاء الله الفيديو الجاي هنشبك وهنطلع وهنشتغل شوية شغل حلوين. بس يا رب يكون الشرح افادكم، هي بسيطة خالص وان شاء الله هنعملوها لطيفة جدا وهنعمل منها شغل كويس جدا. ما تنسونيش بقى من اللايك والشير والسبسكرايب والكومنتات بالادعية الجميلة وكلامكم الجميل اللي بيفرحني يعني. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم.